ملعب لوزنيكي اللي تقام عليه مباراة اليوم تأسس في المرة الأولى عام 1955، تم افتتاحه أيضا للمرة الأولى في العام اللي يليه، لكن خضع أيضا لبعض عمليات التوسعة في 1997. تم هدم الملعب نهائيا في عام 2013 وتمت إعادة بناء من جديد بتكلفة وصلت إلى 350 مليون دولار. نستعرض الآن تشكيلة المنتخب الألماني في مباراة اليوم. فريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه خطة 4-5-1 الهجومية. تظهر الآن على الشاشة كيف هو واضع تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. فريق راح يلعب بطريقة 4-3-3 الهجومية. كرة تابعة في هذه اللحظات، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. جوليان دراكسلر حكم يعطي أفضلية للمنتخب الألماني. حكم يوقف اللعب لأن اللاعب المصاب أيضا يتمكن من تلقي الإسعافات الأولية. حكم قرر إيقاف اللعب والعودة لاحتساب هذا الخطأ والكرت الأصفر. الآن تغيير اضطراري في المباراة بداعي الإصابة. نعود لاستكمال هذه المباراة بعد خروج اللاعب المصاب. توني كروس، سامي خضيرة، المباراة تبدأ بالتحام قوي. لسه نقول يا هادي حكم المباراة يحتسب الخطأ. كرة بتتخلص من المنطقة، ليونيل ميسي. ماركو رويس، فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. جوشا كيميتش، ماركو رويس، الحكم يطلق صافرته لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا. الحكم يعطي البطاقة الصفراء للاعب المنتخب الأرجنتيني بعد التدخل الخاطئ في اللقطة الماضية. كرة بيرجعها مسعود وزيل. الحكم يشير إلى ركلة ركنية بعد اصطدام الكرة بالمدافع. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس. في تدخل خاطئ من بواتينغ. خافير ماسكيرانو. بيريز. توني كروس. ماركو رويس. إيفر بانيكا. جميل تبادل الكرة. يهرب، وصلت الكرة لحارس المرمى خلف المدافعين. بيلعب الكرة باتجاه المرمى. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. وينطلق بالكرة في الأمام. جوشا كيميتش، ماركو رويس. الحكم يحتسب الخطأ، شوف الخوف من الإنذار الثاني. كرت أصفر آخر، اللاعب راح يغادر أرضية الملعب من الباب الصغير. كان لازم يكون أكثر حرص، أكثر حذر، بالذات بعد حصول على الإنذار الأول. ماركو رويس، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. في خطأ على أوتاميندي. المدرب أن يتدخل لتهدئة الوضع. الأجواء مشحونة في أرضية الملعب لأن إذا ما حصل لاعب آخر على كرت أحمر ستكتب لها. سامي خضيرة، ضربة راسية لكن بدون قوة، سهلة وصلت عند الحارس. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. ميسي تقدم فيها، ميسي انطلق، ميسي راح. ماتس هوميلز،
التماس للمانشافت. توماس مولر، ماركو رويس، تيمو فيرنر، اتاحت الفرصة، استمرار لعب لمصلحة المنتخب الألماني. مولر، ماركو رويس، والصافرة تأتي، خطأ، هل نشاهد إنذار آخر وحالة طرد في هذه اللحظات؟ أحياناً يكون من الصعب على اللاعب تجنب البطاقة الثانية، خاصة إذا كانت مهمته في الملعب قطع الكرات وافتكاك الكرات، لكن على المدرب أن يستبدل قبل أن يتنقل فرصة لوضع الكرة في الشباك. المنتخب الأرجنتيني يهاجم في هذه اللحظات، كرة بتروح عن الجميع بعد هذا التدخل، يرسل الكرة، يهدر فرصة بتصويبة بعيدة عن الشباك. جوشا كيميتش، توني كروس، الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. الشوط الثاني ينطلق الآن من ملعب لوزنيك ستاديوم. توني كروس، ماركو رويس، كرة بتعدي سهلة خلف المدافعين. الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جدا. المحظورة، الفرصة متاحة للتسجيل والتفوق العددي بعد هذا الطرد. ماركو رويس، فرصة زيادة الفارق، فرصة توسيع النتيجة، كرة بتضيع في اللقطة الماضية. خافير ماسكيرانو، توماس مولر، أوزيل يتقدم بالكرة، فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن، أوزيل، تيمو فيرنر، يا الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة. بدون تردد ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر. نموذجية نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. ليونيل ميسي، تسويبه من مسافة بعيدة، شو اللي يفكر فيه اللاعب في هذه اللقطة؟ إلكاي غوندوغان يعيد الكرة أيضا إلى زميله في هذه اللقطة، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة، يجب استغلال الفرصة. يا رب، أي هدف هذا، أي لعبة، أي كرة، أي سلطنة، يا مزاجك يا لعيب. أوه، اعذريني اعذريني، أنا رجل تسعيني، هكذا يقول، في التسعين يرسلها. ماركو رويس، مسعود أوزيل، شوف الكنترول، الله على التحكم، يخترق الدفاع، مثلا ماركو رويس. اوهو، حكم يطبق القانون، ضربة جزاء أخرى. اوهو، ضربة جزاء، فرصة كبيرة لزيادة الفارق في هذه اللحظات. ضربة جزاء تنفذ بنجاح، هدف يأتي.
مباراة غير عادية يقدمها اليوم، لا يرحم أمام المرمى، يوقع على 3 أهداف، بطلوا الهاتريك في لقاء اليوم. كرة بتضرب الخط الخلفي، كرة هدف يا ماركو رويس. نصل إلى الختام مع صافرة النهاية. بالنظر لأداء توماس مولر في مباراة اليوم، قدم مباراة